ثلاثة أسئلة لها تتميز بوحدة الموضوع، والأمر يتعلق بسبل الوقاية من الفيضانات. لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد كاتب الدولة. السؤال 10، السؤال الأول في هذه السلسلة من الأسئلة للسادة النواب المحترمين من فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية. ممكن حتى هو إذن استسمح السيد الوزير، التمس من الاخوان والاخوات باش يدخلوا، ولكن انا كاين كاين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير المحترم، عرفت بلادنا خلال السنه الماضيه امطارا غزيره وما نتج عنها من خسائر كبيره بسبب الفيضانات التي من الممكن ان تكون مخلفتها اقل تاثيرا لو تم اتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه بما في ذلك بناء السدود التلية والمتوسطة. وخلال الأسابيع الماضية عاشت بلادنا نفس الوضعية جراء الأمطار الغزيرة في غياب التدابير الكفيلة للوقاية من مثل هذه الفيضانات. السيد الوزير، هل لدى الحكومة تدابير متخذة للوقاية من الفيضانات انطلاقا من برنامج واضح المعالم؟ والسلام سيد الوزير. شكرا للسيد النائب المحترم. السؤال موالي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. السؤال الثالث للسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين. سيد الوزير، بعد أمطار الخير التي عرفتها بلادنا أخيرا والتي نحمد الله عليها ولا يحمد على مكروه سواه، عرفت بلادنا الفيضانات اللي مشات فيها أرواح واللي كنترحموا عليها في هذه المناسبة، اللي طاحوا فيها المنازل سيد الوزير، اللي ضاعوا فيها بزاف ديال البنية التحتية سواء من الطرق، السكك الحديدية، توقفت المدارس، يعني الديور، العمارات إلى يومنا هذا مازال عامرة بالماء. السيد الوزير ديالنا، ما حنا ما نسولوكم شيء، شنو هي الاجراءات الاستباقيه كما جاء في السؤال، لان السؤال وضعناه في شهر 6، ولكن اليوم السؤال ديالنا شنو كتخمموا ديروا لهذ المصائب هذه اللي بلادنا الا جانا الجفاف تنوحلوا، الا جات امطار الخير كنوحلوا، ولكن الحكومه الى حد الان رغم انها تقول بانها تقوم بمبادرات، ف على ارض الواقع المبادرات ديالها الى حد الان ما عطات حتى شي نتائج. سيد الوزير، واش هذا اخفاق ديال الحكومه او لا تتغافل او لا، شنو هو العمل من هنا لقدام سيد الوزير؟ وشكرا. شكرا للنائب المحترم. الكلمه للسؤال المتعلق المطروح من طرف السيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الحركي. الكلمه لاحد واضعي السؤال فليتفضل مشكورا. صوت. السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، هاد السؤال ديالنا كان من المفروض تكون الإجابة عليه في شهر 3 اللي اجتاحت الفيضانات الأخيرة لجل مناطق المغرب. مع الأسف أنه تم التأجيل ديالو حتى جات الفيضانات الجديدة. السيد الوزير، عرفت بعض المناطق المملكة مؤخرا أمطار طوفانية مهولة تسببت في خسائر مادية
وبشرية لا يمكن التقليل من فداحتها. واللافت للانتباه أن هذه الفيضانات أصبحت تتخذ بعدا شموليا بالنظر للتغيرات والتقلبات المناخية، الأمر الذي يندر بحدوثها باستمرار. ومن ثم فقد أضحى من الضروري التعجيل بمخططات دقيقة للوقاية من الفيضانات مبنية على دراسات مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لكل منطقة، وهذه كنأكد عليها السيد الوزير، وبناء السدود الكفيلة بتحسين هذه المناطق من الفيضانات. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة للحيلولة دون تأثير الأمطار الطوفانية على التجمعات السكنية والأراضي الفلاحية وغيرها، متسائلا كذلك عن الأسباب الكامنة وراء تأخير إنجاز سدين على مستوى جهة غرب شرادة بن حسن بعد ما تمت الإشارة لها في عدة لقاءات رسمية. وشكرا سيد الوزير. شكرا للنائب المحترم عن فريق الحركي، والكلمة للسيد الوزير للجواب. السادة النواب فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. أشكر السادة النواب المحترمين على طرحهم هذا السؤال حول هذا المشكل ديال الفيضانات. وكما نعلم جميعا أن العالم كله يعيش هذه الإشكالية أو الظاهرة ديال التغيرات المناخية، وخصوصا بلادنا اللي تتعيش أحد النتائج اللي ما بقاش فيها نقاش علمي اللي ناتج على التغيرات المناخية، وهي الظواهر القصوى. وكما جاء على لسان السادة النواب أنه بلادنا تتعيش إما تتعيش الجفاف ولا تتعيش الفيضانات كظواهر قصوى اللي أصبحت هيكلية. فالكل يتذكر أنه في بداية الثمانينات كان الجفاف، وسبق وتطرقنا لهذا الموضوع بحيث أنه المغرب دبر 20 سنة ديال الجفاف في الثلاثة العقود اللي مرت. تم خلالها استغلال الملك العمومي المائي بطريقة عشوائية، والتي ملي تجي الفيضانات تهم بالأساس هاد المساكين اللي تنجزت على فوق هاد المناطق المعرضة للفيضانات. فإذا المغرب يعيش هاد الظواهر القصوى. الحكومة في السابق، إلا تذكرتوا السادة النواب اللي أغلبيتهم تيدبروا تحت الشأن المحلي بيكونوا من رؤساء الجماعات، أنه في السابق الحكومات السابقة كانت تعتبر، بما أن الكل أقر بأن الأسباب الرئيسية ديال هذه الفيضانات جات من التعمير، جات لأن 94% ديال الأسباب ديال الفيضانات هي استغلال الملك العمومي بطريقة عشوائية، وبالتالي هي مرتبطة بالتعمير على المستوى وتدبير المجال على المستوى المحلي. وبالتالي كان دائما المواقف اللي كانت تتخذ في السابق هو أنه هذا أمر تهم الجماعات وتهم المحلي، فتمكن أنه الدولة إلى بشات تمشي في شراكة في بعض أو تنجل المشاريع الضخمة كسد الوحدة وما تبقى. فلأول مرة أنه الحكومة بدأت تهتم بهذا الموضوع بعد ما أشرف جلالة الملك نصر الله على اجتماع بالديوان الملكي صدر على إثره بلاغ رسمي، وبدأت الحكومة في تدبير هذا الملف في ديسمبر 2002 إذا تذكرتم، وكانت آنذاك الفيضانات ديال المحمدية وديال السطات. كان آنذاك هذه الفيضانات ملي تجي تتردد على شي أماكن بطريقة أكثر ترددا، وكانت هذيك الساعة الأماكن اللي تحصات هي 392 موقع اللي هي فيها الفيضانات أكثر تردد. هذه 392 دار عليها على إثر مخطط للوقاية من الفيضانات، وشرعت الحكومة في إنجازه بالنسبة للمشاريع الكبرى وبشراكة مع الجماعات المحلية، آخذة على الخصوص بعين الاعتبار خصوصيات المناطق، لأن كل منطقة كما جاء على لسان السيد النائب المحترم كل منطقة عندها خصوصيتها. وبالتالي فالنتائج كانت، لأن الكل يتذكر الفيضانات ديال المحمدية، فالسيولات اللي جات في ديسمبر 2002 كانت بأقل من كثير من السيولات اللي جات العام اللي فات واللي جات العام اللي قبل منه بالنسبة للواد المالح
والواد العطش والوديان اللي جات في ذاك الحوض. ولكن ملي تنجز 6 سنة والسدود اللي معاه الناس ديال المحمديه راه تيعرفوا بانه ما كانش خسائر. اذا النتائج كاينه بالنسبه للقصر الكبير، بالنسبه للعدد الساده النواب هنا ما تعرفوا تنجزت واحد العدد ديال العمليات، عين لتذكير العمليات اللي تنجزت منذ ذلك التاريخ بالنسبه لكل حوض. فالحوض لوكوس تنجزت 46 عمليه، وفيها من طبيعه الحال مشاريع ديال السدود الكبرى اللي فيها سد واد مارتين للاشغال المنطلقه بيس، وسدود كذلك بالنسبه للمغوغه في طنجه الى اخره. فالمشاريع هي تقريبا تناهز 4 ديال الملايير ديال الدراهم. بالنسبه للسد سبوق، بالنسبه للحوض سبوق 3 ديال الملايير ديال الدراهم تقريبا. وهاد السدين ديال الغرب هما انطلقت بهم الاشغال، السد ديال وجد السلطان على عاليه القنصره، والسد ديال المدز. والسد مدز ما هو السد، هو مركب ضخم. فهذا ما تنتكلمش على المشاريع المحليه اللي تتقوم اللي تتشرف عليها وكاله الاحواض المائيه. اذا هاد 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 العمليات كلها الى حسينا المواقع كل الاحواض المائيه كلها بتسعود، فهي تقارب 12 ديال المليار ديال الدرهم. فاذا الحكومه والجماعات المحليه كمجالس جهويه ومجالس اقليميه وجماعات مدبره لهذا الامر كلها راها اشتغلت على هذا الموضوع، وانه اليوم نجزنا مواقع مهمه ما يزيد على 100 ديال المواقع في 392 اللي تمت معالجتها بصفه جيده. هذه المعالجه اش تعني؟ ما تتعنيش ازاله الفيضانات بصفه نهائيه. كل بلدان تعمل على الرفع من مستوى الوقايه من الفيضانات، لان ما كاينش وقايه حمايه نهائيه، كاين الرفع من مستوى الوقايه. اذا هذا الموضوع يدبر بشراكه، وهذاك الشيء علاش المشاريع تتعطي نتائج. ترتكزوا على المشاريع، ولا تبعتوا للساده النواب اللي كانوا في اللجنه واللي تبعوا، ولا في الجلسه العامه اللي تبعوا العرض اللي قمت به على استراتيجيه ديال الماء، انه هذه المحاور الاساسيه اللي فيها هو الوقايه من الفيضانات. كاين 60 سد كبير و1000 ديال السدود الصغرى، وكاين المشروع ديال تحويل الماء، كلهم هادو عندهم هاد الهدف الاساسي ديال الوقايه من الفيضانات. وتبقى الاستعمال ديال الماء تبقى كذلك هدف اساسي، ولكن تبقى الاول هو الوقايه من الفيضانات كما هو بالشان بالنسبه للسد الوحده، اضخم اكبر سد في المغرب، فهو الهدف الاساسي ديالو هو الوقايه من الفيضانات، ولكن يستعمل للفلاحه وللزويد بالماء الصالح للشرب. اذا كاين 60 سد كبير مبرمجه، 1000 سد صغير، مشاريع للوقايه من الفيضانات كتحويل مجاري المياه الى اخره، كاين التحويل، وكاين العصرنه ديال المرفق ديال الارصاد الجويه. فالسادة النواب اللي تبعوا الفيضانات ديال العام اللي فات والعام اللي قبل منه، فلجان اليقظة اشتغلت على المستوى المحلي، بحيث أنه الأرصاد الجوية اليوم تتعطي 72 ساعة، تتعطيها بصفة يعني تتفوق 95% ديال التركيز، بحيث أنه تمكن المصالح من أخذ تدابير للوقاية. وبالتالي هذا التركيز كذلك على الإنذار المبكر، وخير مثال على ذلك هو بالنسبة للحوض أوريكا. فأوريكا ملي جاوا الفيضانات ديال 95 ماتت 100، ما يزيد على 100 ديال الأشخاص كخسائر بشرية. ولكن ملي من طبيعة الحال هذا الشيء كله أمر ديال الله تبارك وتعالى، لأنه ما يمكنش، ولأن الأسباب اللي تقوم لتأخذ المصالح المعنية، أنه خلات ملي تنجز هذه المنظومة ديال الإنذار المبكر، خلات أنه ملي جات الفيضانات في 2005 في أوريكا ما كانوش نفس الخسائر البشرية، مع العلم بأنه جات تقريبا في نفس الوقت وكان نفس النشاط البشري في حوض أوريكا. إذن كذلك الدور ديال السدود، فالتدبير ديال حقنة السدود كان عنده تأثير كبير على الوقاية من الفيضانات، والناس ديال الغرب تعرفوا ذلك. فتتعرفوا بأنه في العام اللي فات كانت داخلة واحد الحملة ديال تقريبا 10,000 أو 9,000 متر مكعب في الثانية اللي كانت داخلة الوحدة، يعني هي 8 الأمطار ديال العلو ديال الماء بما تأتي من صخور وأوحال، وملي تدخل السد تتخرج منها 100 متر مكعب في الثانية أو أقل. فإذا تكسير الحامولات كان أساسي، وخلى أنه مقارنة مع المناطق ديال هذه الجهة ديال حوض البحر الأبيض المتوسط، عدة مناطق عرفت سيولات أقل بكثير من هذه التي عرفها المغرب، وكانت الخسائر كبيرة جدا. لكن نحمد الله على أنه هذا البرنامج خلافا على ما
أثير أنه ينجز وله نتائج ونتائج ملموسة، وإلا ما اعترفوش بها السادة البرلمانيين والرؤساء الجماعات اللي هما تيلمسوها فما بقى ما يتقال. وشكرا. شكرا للسيد الوزير. الكلمة للسيدات والسادة النواب في إطار التعقيب، كلمة للفريق الاستقلالي. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، لا بد من وهوب الوتيره اللي بدات كتسير عليها الانجاز ديال السدود، وكنطالبوا بالمزيد من السدود سواء المتوسطه او السدود التليه، لانها كفيله باش يعني تحمي المزيد، يعني تزيد في الحمايه، وكذلك باش يعني نستافدوا من هذيك المياه الهائله اللي كتمشي من البحر. وكنذكر من بين الاوديه اللي في جهه سوسما الصدرعة اللي لابد ما تنجزوا الاسراع في الانجاز ديالها، هي السد على واد المداد وعلى واد اورقا، اللي كما عرفتوا يعني جماعه ولاد دح وجماعه القفيفات عرفت واحد العدد ديال الخسائر الماديه. وكذلك السيد الوزير شرطوا للطلقات ديال المياه، لان ديال الحقينه ديال السدود، لان هذا التنظيم ديال الطلقات السيد الوزير ماشي ديما كيمشي في واحد يعني في بداك الشيء اللي خاصو، لان هاد الطلقات تسبات في بعض الاضرار اللي في الحقيقه كانت كبيره، خصوصا مثلا سد عبد المؤمن في اقليم تارودانت دائما. وهذا السؤال السيد الوزير ما كيتوجهش غير لكم، ديال المشكل ديال الفيضانات ما كيتوجهش لكم بوحدكم، فاقليم تارودانت يعني عرف هاد الايامات يعني انقطاع ديال واحد العدد ديال الطرق، حتى المقر ديال العاصمه ديال الاقليم كانت مقطعه، لان واحد العدد ديال القناطير اللي مشاو. اللي هو صعيب السيد الوزير هو ان هاد نفس المشاكل اللي عشناها في الفيضان ديال الشهر ديال البدايه ديال هاد السنه، يعني نفس المشاكل لا زالت قائمه. ودوك التعويضات اللي كانت وعدت الدوله باش تعطيهم للناس اللي رابوا لهم المساكن ديالهم، مازال ما توصلوش بها في المناطق ديال جهات سوسما الصدرعة، ممكن في مناطق اخرى، ولكن بالنسبه للاقليم ديال تارودانت والمناطق دي. اذا كنبغوا باش ما نبقاوش نطيحوا في نفس المشاكل، الا لو تعالجت ديال الفيضانات الماضيه في وقتها، يعني كان قد خفف على هذه السنه بالنسبه للمنطقه ديالنا والمغرب كامل. شكرا. شكرا للنائب المحترم. الكلمه للفريق الحركي. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير كنشكرك على الاجابه، يعني في الحقيقه اللي كنا تنتمناو انها تكون، لانه تتعرف جهه الغرب شرارة بن حسن معروفه بالفيضانات، وكانت الامنيه ديال هذه الساكنه هو هذا البناء ديال هذ السدين، لانه راه جات الفيضانات يعني سنتين متتاليتين تعرضوا يعني لواحد كارثه طبيعيه، راه الكل كيعلم المآسي اللي عاشت هذيك الساكنه. اللي بقى السيد الوزير، هناك بالنسبه لمنطقه الغرب هناك التربه، لان التربه في الحقيقه ما كتستوعبش ذاك الماء اللي كينزل. حنا كنا في السؤال، الهدف ديالنا من طرح هذا السؤال، واش من غير بناء السدود هل هناك من تدابير لتقليل من لان الماء تيبقى مجمع فوق الارض، واش داروا ذاك ليكيراج باش يتنقصوا، داروا شي قنوات اللي يخليو الماء يهبط للواد سبو ولا الواد البهت. كاين المشكل الثالث اللي هو مطروح بالنسبه لبعض المناطق فيما يتعلق ب الوقت اللي المسؤولين على السدود كيطلقوا لي براج، الوقت اللي كيطلقوا لي براج كيوقع الصبيب ديال الماء كينزل بواحد السرعه كبيره بزاف، وهنا كتصعب التدخل لبعض المناطق اللي كاينه في جهه الغرب شرارة سيتو، خاصه الكفيفات ولا تشكر، كيصعب على الناس المستخلين انهم يوصلوا لهم. هنا كتطلب تدخل
شكرا للنائب المحترم. السيد الوزير وين شي تعقيب؟ انتهى الوقت. تفضل تفضل استسمح استسمح يعني. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، جاء على لسانكم السيد الوزير، فعلا العالم كيتعرض لتغيرات مناخيه وهادشي متفقين عليه. السيد الوزير، لو طاحت نزلات الامطار اللي تنزل في فرنسا تنزل في المغرب، النصف ديالها تغرق المدن المغربيه كامله. السيد الوزير، حنا كنشوفوا التجهيزات ديال دوك الناس والتجهيزات ديالنا المقارنه ديالها راه ضعيفه. كاين مجهودات فعلا ولكن لا ترقى الى المستوى المطلوب. السنه الماضيه طرحت عده اسئله في هذا المجال. سيد الوزير، ملي كنشوفوا واحد المنطقه وقع فيها فيضانات، خصنا نمشيو نكبوا عليها ونجهزوا يتم التجهيز ديالها، ماشي نخليوها والسنه التاليه عاوتاني وقع تكرر نفس يعني الفيضانات تجي. فالسيد الوزير، تدبير المجال المائي في المغرب كاين مجهود، حنا ما عنديوش نقولوا العدميه ما عندناش، ولكن لابد هاد الماء اللي كيمشي يعني في الطرق وكيهرس طرق طريق السيار، حبسات وتعطلات الرحلات ديال القطار وتعطلت الطرق وتعطلت المدارس والمستشفيات والمرافق العموميه. فهاد المسائل هذه السيد الوزير، لان جميع القطاعات الحكوميه راه هي داخله في هاد المشكل الفيضانات. قضيه واحد القضيه السيد الوزير جبتيها ديال التدبير المفوض، يعني فهادشي ديال بحال ليديك في الدار البيضاء، ريدال في الرباط، امانديس في طنجه. فسيد الوزير، حنا في فريق الاصاله المعاصره تنقولوا اليوم خصنا نوقفوا، خلينا نكمل. انتهى الوقت. شكرا للنائب المحترم. بعض التواني كلمه السيد الوزير. الساده النواب المحترمين، تتعرفوا هذا الشيء ديال تدبير الفيضانات راه هو تدبير الكوارث والاطور، هذا باش تشجعوا الاطور ديال اداره هندسه المياه وديال الارصاد الجويه وكذلك الاطور التقنيه الاخرى ديال الوزارات، لانهم راه تيسهروا الليل وما تينعسوش ملي تيجيو الفيضانات. فلا بد ما تيخصنا نعطيو الحصيله كما هي ونقروا بانه كاين مجهود ضخم وباشراف وجلاله الملك نصر الله اشرف على هذا الموضوع، وتتعرفوا السدود الكبرى التي يدشنها جلاله الملك والتي تعطي انطلاقه ديالها والمشاريع الضخمه التي تنجز، فما تيمكنش نجيو نقولوا راه ما تيداروا كمشاريع وقائيه للفيضانات. شكرا سيدي الوزير. ما تتقومش به الدول ديال هذه المناطق ديال الحوض البحر المتوسط رغم انها تتوفر على امكانيات ضخمه. وشكرا.